من هو الكابوني؟ الكابوني هو شخصية خيالية، هو زعيم عصابات من أصل إيطالي، كان صيته يثير الرعب في قلوب البشر. عمل في المخدرات وتجارة البشر والعديد من الأعمال الأخرى غير القانونية، تبرع بجزء من ربع أعماله الإجرامية لصالح الأعمال الخيرية. كان الكابوني واحدا من أعتى رجال العصابات على مر العصور، وما زالت حكايته تثير الذعر في قلوب البشر في جميع أنحاء العالم. شكلت سمعة الكابوني الشهيرة مصدر إلهام كبير لمنتجي الأفلام، وصمم طابع الشخصية اعتمادا على الحكايات التي كانت تروى عنه. وعلى الرغم من كونه ينتمي إلى عائلة فقيرة وأنه ترك المدرسة في سن مبكرة، إلا أنه تمكن من أن يترك بصمة وأن يصبح ثريا خلال سنوات قليلة. بعد أن عمل كفترة لصا لدى بعض العصابات الصغيرة، قام توريو وهو رجل العصابات المشهور بتبنيه وساعده في تكوين اسم كبير في عالم الجريمة. وقد ساعد الكابوني من خلال سلطته السياسي ويليام تومسون بالفوز بالانتخابات. في البداية اكتسب لقب روبن هود، وكان ذو صيت جيد بين الشعب، حيث تبرع بمبالغ كبيرة من أعماله الإجرامية لأعمال خيرية، إلا أنه أضر بسمعته بعد قيامه بمذبحة شارع فالنتاين الوحشية. على الرغم من كونه زعيم مافيا، لكنه كان على الأرجح مهذبا وخفيف الظل، كما تبين أيضا أنه شخص سيء جدا إذا ما وقف أحد ضده. ولد ألفونسو كابوني وهو اسمه الحقيقي في 17 من جانفي 1899 في نيويورك لوالديه تيريسينا، وكانت تعمل خياطة، أما والده فهو جابرييل كابوني، كان يعمل حلاق. كان والداه مهاجرين من أصل إيطالي، ترك مدرسته في الصف السادس، ويقال بأن طرده كان بسبب اعتدائه على معلمه بالضرب. عمل في وظائف صغيرة لدعم نفسه، لكن سرعان ما لفت نظر رجل العصابات المعروف آنذاك باسم جوني توريو، الذي وضعه تحت جناحيه وجعله جزءا من عصابات شيكاغو أوتفيت، التي كانت تعمل ضمن مجال الدعارة وتجارة المخدرات وغيرها من الكثير من الأعمال الإجرامية. سرعان ما أصبح كابوني نائبا لجوني توريو بعد مقتل نائبه السابق ومؤسس العصابة جيمس كولوسيمو، الذي كان يسيطر تماما على تجارة المخدرات، كما تقول روايات عديدة بأن حادثة مقتله كانت مؤامرة خطط لها كابوني نفسه. في سنة 1925 حاول عدد من أعضاء العصابات المنافسة اغتياله، لكنه تمكن من الهرب والنجاة، كما لم يسلم جوني توريو من محاولات الاغتيال، فقام بالفرار خارج البلاد. عين كابوني البالغ من العمر 26 عاما فيما بعد رئيسا للعصابة، وتحمل الكثير من المسؤوليات. عمل في تجارة البشر وشركات الكحول والنقل أيضا، وقد أصبح كابوني شخصا مؤثرا ولعب دورا مهما في مساعدة ويليام تومسون على الفوز بالانتخابات لعمدة شيكاغو، وتبرع بمبلغ 250 ألف دولار لدعم ويليام تومسون في هذه الانتخابات سنة 1927. بسبب سمعته وأعماله السيئة، قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إحكام قبضتها عليه، فطلب منه الإعلان عن جميع أعماله غير القانونية. وفي سنة 1929 حكمته المحكمة الفيدرالية بسبب جرائمه المختلفة، وسجن في نفس العام بسبب حيازته لمسدس خلال رحلة له إلى فيلادلفيا، وقضى 9 أشهر وراء القضبان. في سنة 1931 حكم على كابوني بالسجن بتهمة التهرب من دفع ضريبة الدخل، وبعد قضاء سنتين في سجن قرب أتلانتا حول إلى سجن ألكاتراز الشهير، وسجن فيه لعدة سنين. لمن لا يعلم من هو سجن ألكاتراز، هو سجن شديد الحراسة موجود في جزيرة نائية بعيدا عن العالم. عندما خرج كابوني من السجن كان يعاني من اضطراب عقلي وأمراض جسدية أخرى. كان لديه 8 أشقاء، عمل 2 منهم وهما فرانك ورالف معه، وقام بتأدية بعض أعمال العصابة. كان كابوني على علاقة مع امرأة تدعى ماي جوزيفين كاوغلين، وقد حملت بابنه ألبرت قبل الزواج، وبعد ولادة ألبرت تزوجا، وكان ذلك سنة 1918. بعد أن كسب مالا كافيا اشترى منزلا متواضعا في الجانب الجنوبي من شيكاغو، وانتقل إليه مع عائلته وأشقائه.
أصيب مبكرا بمرض السيفيليس وتركه دون علاج عندما سجن في ألكاتراز. تفاقم المرض وتدهورت حالته الصحية. خرج من السجن بعد 6 سنوات ونقل إلى مستشفى في بالتيمور لتلقي العلاج النفسي. مكث فيه حوالي 3 سنين وفي النهاية استسلم كابوني للسكتة القلبية وتوفي في 25 جانفي 1947 عن عمر ناهز 48 عاما. أنتجت العديد من الأفلام المستوحاة من قصة آل كابوني رجل العصابات، إحدى هذه الأفلام بعنوان The Untouchable سنة 1984، ويعرض الفيلم الخطة التي رسمتها شخصية عميل المخابرات الفيدرالية إليوت نيس التي قام بتأديتها الممثل كيفين كوستنر للإيقاع بعصابة آل كابوني بسبب إفشائهم الفساد. أصدر العميل إليوت كتابا يروي فيه تفاصيل هذه العملية التي جعلته يقضي على أعمال عصابة آل كابوني. شارك في بطولة الفيلم عمالقة هوليوود وقتها ومنهم شون كونري وروبرت دينيرو، وأخرجه بريان دي بالما. فاز شون كونري بأوسكار أفضل ممثل في دور مساعد، ورشح الفيلم ل3 جوائز أوسكار أخرى، وحصل على جوائز أخرى في مهرجانات عالمية منها البافتا والجولدن جلوب.